السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في حلقه سابقه وريت لكم عربيه الماني، عربيه سكودا تحديدا. جات لي العربيه دي اتفاجئت ان في برومه او اللي هو صدأ بيكون تحت الدهان جاي في منطقه صعبه جدا في الشاسيه بتاع العربيه. المنطقه دي اللي هي اسمها البطاحه، اللي هي بيبقى راكب فيها راس المساعد، اللي هي المنطقه دي. تمام. المهم ان انا كان هدفي من الفيديو ان انا اقول لكم ان وارد يكون في اخطاء حتى في السيارات الالماني، وان خلي بالكم وانتم بتستلموا العربيه سواء جديده او مستعمله افحصوها كويس جدا، لان وارد يبقى في اخطاء بسبب الانتاج الغزير او الماس برودكشن اللي بقى موجود دلوقتي في اغلب الشركات، يمكن في كل الشركات تحديدا ما عدا الشركات اللي هي البنتلي والرولز رويس والعربيات اللي هي اصلا بتعمل هاند ميد او بتعمل بالطلب، بتعمل عدد محدود، فيلاري، رامبورجيني، ايا كان العربيه. المهم العربيات اللي هي انتاج محدود دي خلاص بتبقى فيها اتقان قوي في الصنعه مقابل راس مال كبير قوي، او مقابل ان هي بتدفع فيها مبالغ كبيره قوي. انما باقي الشركات اللي عايزه تبيع كتير فبدات ان هي تمشي في النهج الصيني، اللي هو انا عايز اعمل انوار وشويه اشكال حلوه وشويه مش عارف ايه، وابدا ان انا اقلل بقى في الخامه، وابدا ان انا اقلل في مراقبه الجوده اللي بتاخد وقت، وابدا ان انا اقلل في الخامات. قارن المرسيدس دلوقتي تحديدا، بما ان المرسيدس دلوقتي يعني عربيه محبوبه قوي عند المصريين وتعتبر مثلا رمز بالنسبه للفخامه، قارن المرسيدس النهارده والمرسيدس الزلاموكه اللي من كام سنه او من التسعينات، قارن الموديلات القديمه بالموديلات الجديده، هتلاقي الموديلات الجديده شكل احلى وعربيات شكلها جميل وموفره في الوقود لان بقت وزنها اخف طبعا فبدات توفر. هعطيك هورس باور عالي، هعطيك اوبشن، هعطيك شويه ادويه جوه جميله وحلوه وجميله وكل حاجه، ولكن الاساس بتاعها ما بقاش قوي زي زمان. لا التشطيب ولا التصنيع ولا قوه الموتور ولا الاعتماديه ولا العمر الطويل ما بقتش زي زمان. الفكره هنا ان انا مش بتكلم على سكودا ان انا بعمل معاها مشكله مع الوكيل بتاعها، بالعكس العربيه دي من العربيات المحترمه جدا والعربيه من العربيات اللي ثابته نفسها في السوق المصري. فانا قصتي مش قصه سكودا، لا، انا قصتي هنا ان انا بقول لكم انتبهوا. طيب نزلت الفيديو وده كان هدفي منه، لقيت ان التعليقات كلها بتقول لا ده العربيه دي مخبوطه وعامله حادثه وشايله معجون ومش عارف ايه وبتاع، وانت جاي بتفتري على الوكيل. طب انا هستفاد ايه؟ مفيش بينه وبينه اي عداوه. رقم اتنين ان انا مش عايز يبقى بيني وبين اي حد اي عداوه، ده الطبيعي لان انا في نفس المجال معاهم. فالنهارده جت لي العربيه، او انا جبت العربيه مخصوص علشان افرجها لكم بعد ما اتعملت، لان طبعا الجزء ده اتعالج فهوريها لكم بعد ما اتعالجت، وهضحض فكرة ان العربية عاملة حادثة، لان العربية دي انا اللي شاريها، مفيش فيها حوادث، مفيش فيها اي حاجة، العربية دي عربية سليمة ومحترمة، وهفرجكم بالدليل. الفكرة هنا ان انا طبعا ممكن ان انا اكون بضحك عليكم، ممكن تكون عربية تانية، فهوريكم مبدئيا انها مش عربية تانية. هو ده المكان اهوت، هتلاقوا حتى ايه الفرق بتاع لون البوية، واضح ان هنا المكان اللي اتعالج البوية فيه لونها فاتح شوية، شايفين هنا فيها لمعة شوية، لا من غير فلاش، من غير فلاش واضحة قوي اهيت. بص بقى الجنب التاني هتلاقي البوية هنا مصفرة شويه، خلاص فواضح قوي اهو، واضح ان ده عليه تراب اهوت ومصفر اهو، لما حتى هنمسحه هنلاقي لونه مصفر شويه عن المكان اللي هو مرشوش جديد اللي في المنطقه دي. دي المنطقه ايه اللي اتعالجت اللي احنا كنا ايه شارحينها في الفيديو، بتهيألي واضحه قوي اهي جوه وبره، شايفه؟ واضحه جدا اهي، تمام؟ طيب الناس قالت ان العربيه دي حادث، طيب خلونا اول نقيس بالجهاز. المفروض ان العربيات لما بتبقى شركه او لما بتبقى بدون رش بيبقى الارقام بتاعتها 10 15 يمكن لحد 20. لاحظوا هنا كام؟ 10. العربيه دي عشان تتخبط هنا، عشان يجي حادثه هنا، لازم يكون المنطقه دي كلها اتدمرت. في هنا نقطه في العربيات دي، العربيات دي خلينا كده نعمل كده عشان ما يتعرفش رقم الشاسيه، العربيات دي لا رقم الشاسيه بتاعها هنا. تمام؟ فرقم الشاسيه ده في نفس المنطقه دي، يعني لو ده اتقصت او ده ربع او نص او حاجه رقم الشاسيه هيتشال هيتغير. دي نقطة، النقطة التانية كمان تعالى هنا كمان في أقرب نقطة، أقرب نقطة للمكان ده. لاحظوا هنا البوية أريا كام؟ 10 من ملي. تمام؟ دي أقرب نقطة للمنطقة دي، صح؟ طيب يبقى فين بقى العربية اللي عاملة حادثة؟ أهو هنيجي هنا كمان أهو. لاحظوا أهو، أنا هنصفره تاني أهو. وهنيجي هنا. اري كام؟ 10. يبقى اولا دي العربيه، ثانيا اتعالجت مش واضحه اهيت ومفيش فيها ضرر، ما تضرش العربيه في حاجه لان دي حاجه اتعالجت واحنا مصورينها قبل وبعد، فاذا خلاص رقم الشاسيه بتاعها زي ما احنا قلنا موجود في نفس المكان، العربيه مفيش فيها حادثه مفيش فيها خبطه، الشاسيه بتاعها سليم، واقرب مكان للخبطه زي ما احنا شايفين البويه بتاعته اريا ان هي رش شركه. طيب
ليه انا عامل الفيديو ده؟ عامل الفيديو ده علشان الناس اللي بتتهمني بدون ما شافت حاجه وما اعرفش. طب انت ما شفتش حاجه بتتهمني ازاي ان العربيه حوادث وانا بتبلع على الوكيل؟ يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا حابب اقول للمصريين تحديدا، لان الموضوع ده عندهم بزياده قوي عن باقي دول العالم كلها ما عدا يمكن الانجليز كمان، لان احنا كنا احتلال انجليزي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التعصب. التعصب بغباء والتعصب بعمى. المصري بس ما تقولوش العربيه فيها مشكله، او ان الوكيل بتاعها فيه مشكله، او ان العربيه مثلا موديل كذا فيه مشكله، لا ده بالنسبه له دي من ممنوعات، لانه بيعتبر ان العربيه دي واحده من حريم عيلتهم. ما ينفعش. هي شويه صاج وشويه حديد، النهارده موجوده بكره مش موجوده. انت النهارده راكب سكودا، بكره بتركب مرسيدس، بتركب هيونداي، بتركب كيا، ايا كان، فعربيتك النهارده مش معاك بكره، فليه التعصب؟ ما هو مش المصنع مش بتاع جوز خالتك اصلا يعني. ف يا جماعه ما تتعصبوش لحاجه، العربيات كلها عادي، وكل عربيه فيها غلطه، صنع بني ادم، وصنع البني ادم لازم يبقى فيه اخطاء، ده طبيعي جدا، فمفيش فيها اي مشكله. حاولوا ما تتعصبوش. دي كانت العربيه، وبعد ما اتعالجت يبقى احنا كده استفدنا ان انتوا اتفرجتوا على العلاج بتاعها وانها بتتعالج وما تبانش. رقم اتنين، ان انتوا زي ما انتوا شفتم العربيه مش حوادث ولا حاجه. رقم تلاته، ما تتعصبوش. رقم اربعه، افرز عربيتك كويس جدا وانت بتشتريها زيرو ومستعمله، لان دلوقتي بقى في اخطاء، بدليل ان يمكن في شهر واحد عربيات مرسيدس ولعوا لوحدهم هم لسه زيرو في مصر. ويمكن انتوا لو متابعين الاخبار بتاعت السيارات على الفيس هتشوفوا الموضوع ده، ناس كتير مشيره الحكايه دي، عربيه واقفه لوحدها كده بتروح ولعه. اكيد دي غلطه عندهم وهيبداوا ان هم يعالجوها. المقصد ان ما تتعصبش، ده صنع بني ادم، وصنع بني ادم لازم يبقى فيه غلط. اتمنى ان اكون قدرت ان انا اوصل فكرتي. اشوفكم باذن الله على خير في افكار جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وايه، السلام عليكم.